طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. هل ينجح القضاء بضبط أسعار السلع الغذائية في العراق؟ هذا التساؤل يأتي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، ومع قرب شهر رمضان المبارك. أليس ضبط أسعار السلع بكافة أنواعها هي مسؤولية السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وبالأخص بوزارة التجارة؟ اليوم الشغل الشاغل للمواطن العراقي توفير مواد الأساسية من السلع الغذائية، لكن مع هذا الأمر، مع هذا الارتفاع في الأسعار، أصبح الأمر يؤرق كاهل المواطن العراقي. من ضمن قرارات مجلس القضاء الأعلى في جلسته الثانية لسنة 2022 اللي عقدت يوم أمس الموافق الخميس، وجه المجلس محاكم التحقيق بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. هذا اللي اجى في جلسة واجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم أمس. السلطات القضائية وجهت مثل ما أشرنا محاكمها في عموم محافظات البلاد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السوق، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللي تتابع الملف. ومختصون أكدوا بأن تلك الإجراءات غير مجدية، لا سيما مع عدم وجود قانون يحدد الأسعار ويمنع فرض زيادات عليها. طبعا بيان مثل ما قرأناه قبل شوية ونشر على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى أو مجلس القضاء الأعلى ليل أمس الخميس، عقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ووجه محاكم التحقيق بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع. شدد على أن محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. عضو البرلمان جمال كوجر قلل من أهمية تلك الإجراءات والتي عدها بأنها إجراءات وقتية، وأكد الحاجة لخطوات عملية تسيطر على السوق وتمنع الغلاء. كوجر تحدث في تصريح صحفي بأن السيطرة على أسعار السوق تتحمله الجهات الحكومية بوصفها المسؤولة عن رسم السياسة المالية والاقتصادية، وبأن معالجة الأسعار من خلال توزيع مفردات البطاقة التموينية يندرج ضمن باب الحلول الآنية قصيرة المدى، وشدد بأنه ينبغي أن نفكر بحلول جذرية تأخذ طابعا استراتيجيا. أشار إلى أن توزيع حصتين غذائيتين في رمضان كفيل بمعالجة الموضوع لمدة شهرين على أكثر حد، كما قال، في وقت يجب فيه استغلال الوفرة المالية المتحققة من الارتفاع العالمي في أسعار النفط لوضع حلول طويلة الأمد. دعا إلى تشكيل غرفة عمليات تشارك فيها لجان نيابية ووزارات معنية مع غرفة التجارة ومجموعة من التجار والمستثمرين في القطاع الاقتصادي لتخفيف حدة الأزمة، ويكون العمل على محورين: الأول السيطرة على الأسعار، وثانيها توفير البضائع الاستهلاكية من جهة ثانية. شدد على تحرك حكومي سريع لتوفير المؤن الغذائية ومن ثم بيعها بسعر مدعوم رسميا على المواطن من خلال مراكز تسوق رسمية وبشكل مستمر، ليكون إجراء من شأنه أن يخفض من الأسعار في السوق بشكل عام. طبعا غرفة تجارة بغداد بدورها أكدت الحاجة إلى قانون يضبط إيقاع الأسعار
ويحددها رسميا. وقال عضو الغرفة محمد البدري لصحيفة العربي الجديد بأن الأسعار في السوق العراقية غير محددة رسميا ولا توجد حدود عليا لسعر أي بضاعة، وهو الأمر اللي يمنح التجار مجال للتحكم كيفما يشاءون. أوضح بأن المحاسبة القانونية للتجار تتطلب وجود مخالفات قانونية للسعر المحدد، وهذا أمر غير ممكن مع عدم وجود السعر المحدد، ودعا الحكومة إلى تشكيل لجان مختصة تحدد أسعار كل بضاعة وتمنع تجاوز تلك الحدود، وعند ذاك سيكون هناك مجال للمحاسبة. شدد على أن جميع الإجراءات الأخرى ستكون غير مجدية إن لم تركز على وضع حدود للأسعار. على الرغم من قرارات سابقة أصدرتها حكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ خطوات عاجلة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق العراقية، إلا أنها ما زالت بارتفاع مستمر. كما يشار إلى أن حكومة الكاظمي وجهت باتخاذ تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، ومن ثم قرر مجلس الوزراء تقديم منحة مالية قبل كم يوم من الحكومة بقيمة 100,000 دينار لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، فضلا عن توزيع حصتين غذائيتين على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية. طبعا 100,000 تشمل فقط بحسب تصريحات الحكومية 7 ملايين مواطن عراقي، والباقيين 33 مليون عراقي وين يروحون؟ اليوم السوق العراقية تسجل ارتفاع متسارع ويومي بأسعار معظم المواد الغذائية والرئيسية، طبعا أبرزها الطحين والزيت والتمن. اليوم سعر قنينة الزيت وصل إلى 5,000 دينار عراقي تقريبا 3.5 دولار، بعد إن كان سعرها 2,100، وارتفع سعر الطحين إلى 60,000 بعد ما كان سعر 15,000، فضلا عن ارتفاع سعر البيض والخضروات وغيرها من المواد الغذائية في الأسواق العراقية. طبعا الاحتجاجات مستمرة في العراق منذ أيام، شهدت مدن عراقية أبرزها الناصرية والنجف وبابل وكذلك كربلاء وبغداد وواصل تظاهرات شعبية نظمها كسبة ومواطنون وأصحاب محل تجارية وموظفون ضد غلاء أسعار المواد الغذائية، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية ومحاسبة التجار اللي يتلاعبون بالأسعار مثل ما قالوا. ورغم زعم وزارة الداخلية مواصلة حملتها على الأسواق الرئيسية في بغداد والمحافظات الأخرى ضمن خطة لحكومة مصطفى الكاظم للسيطرة على الأسعار ومراقبة حالات الاحتكار أو التلاعب في أسعار المواد الغذائية، اليوم شهدت ارتفاع بأكثر من 30% من أسعارها قبل فترة، وسجلت وزارة الداخلية اعتقال عدد من التجار التي قالت بأنهم من المتورطين في عمليات التلاعب بالأسعار، إلا أن أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض ملحوظ على إلى غاية الآن. على سبيل المثال اليوم أسعار الخبز بالأفران وصلت 5 أرغفة ب1,000 دينار بعد إن كانت 10 و8 ب1,000 دينار. خلونا نتابع تظاهرات لعراقيين خرجوا في عدد من المحافظات العراقية رافضين ومطالبين الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية وتوزيع البطاقة التموينية بشكل صحيح. برنامج مع الناس اللي يبث عبر قناة الرافدين رصد هذه التظاهرات. خلونا ناخذ مقطع من تظاهرات العاصمة بغداد الرافضة لارتفاع أسعار السلع المواد الغذائية. شوف المقطع ونرجع لكم. كلها خرجت اليوم من أجل دعم العملة العراقية الدينار العراقي اللي سقطتوه بخستوه أمام العملة الأجنبية. اليوم العراقيين ضد غلاء الأسعار. اليوم العراقيين ما محتاجين 100,000 منكم يا حكومة. اليوم العراقيين يردون حقوقهم، واليوم يردون حلول جذرية. اليوم الاقتصاد العراقي لو بي صناعة تشتغل وبي زراعة تشتغل لاستوعبت مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وهي الركيزة الأساسية قبل النفط، هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. كان ما صار اللي صار الآن بالعراق، لكن سياساتكم الاقتصادية المتخبطة هي اللي وصلت البلد إلى هذا الحال. نعم، معنا اتصال أبو عمر من ذيقار. أبو عمر، هل ينجح القضاء بضبط أسعار
السلع الغذائية في العراق. اليوم المجلس القضاء الأعلى وجه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمراقبة أسعار السلع في العراق ومحاسبة من يحتكرون ومن يقومون برفع الأسعار. تفضل. السلام عليكم. تفضل عيني. تسمعني؟ هاي عفوا عني. أتكلم عني. نعم. أتكلم عني؟ تفضل إيه، تعال الهواء مباشرة. العفوا بالنسبة طبعا هي مو بطل الزيت عني. ولا بطل الزيت، يعني هسه احنا بالنسبة للدولار صار الدولار صاعد البرميل 130. هي مو قضية الزيت عمي، مو قضية الزيت، يعني هاي معمرة، هاي معمرة على الشعب العراقي، أنا حاكيك من النص في عمي. نعم عمي، حياك الله. يعني ما صار لا أفريقيا ولا إحنا مو مساعدة أفريقيا عمي، إحنا عندنا نفط، لأن عينك فلوس النفط من الشعب. إحنا أريد فلوس النفط من الشعب، أين هي؟ أين يعني أين أمال الشعب؟ غير عمي تحتدي الجلسة تحاسبي. كل فرد عراقي إلى 20 ساعة من البرميل. نعم. يا أبويا كل فرد عراقي إلى 20 ساعة من البرميل. تقدر سنة وسنة يطلع 165,000 دولار. غير أين الجبن؟ يعني هذا جبن عمي. يعني هاي كنا مؤامرة على الشعب العراقي. هاي الأحزاب ما خلت شيء عمي. يعني هسه البرميل النفط غير صاعد بعد 130. يعني 100 ينزل الجيب والثاني يوزع. وأحط مو 30 هم يوسع أبويا. نعم. يعني احنا اول شيء الثاني يا عمي، يعني والله ابتلينا، وين قاعدين احنا؟ وين مجاعه؟ لا احنا مجاعه، احنا بلد غنيه، بلد غنيه بالنفوط، يعني كله يعني بيئنا عادي، يعني ماكو بلد يعني بعالم مثل العراق. عمي هاي عصابات، هاي عصابات، واحد يروح واحد يجي، يعني هاي كلها متفقين على الشعب العراقي، بين الشعب العراقي، هاي اهانه، هاي كرامه. هاي يعني يهينون الشعب العراقي، يهينون كرامته. هنا زيت عمي جنهاي عمي، احنا نقول على خير، بس الله يتمنهم، اقول الله يتمنهم ان شاء الله. والله ما بهم احد شريف، والله العظيم ما بهم احد شريف. الله يستقمعكم بالدنيا وبالاخره، الله يحفظكم، الله لا ينطيهم ان شاء الله. على والله العظيم ما عندهم اي كرامه، ما عندهم كرامه. هو اللي بالوطن عنده كرامه، انت تسالك سؤال عن نعمه، هو اللي بالوطن عنده كرامه، ما عنده كرامه، يعني هم ما عندهم كرامه. والله المعين. الكرامه ما عندهم عمي، يعني هم ضعيف وطنهم، هو اللي بالوطن انساهم على وطنه، خلي يساهم على شرفه، لا يساهم على وطنه. قال له لا، حتى اوصي مصبيها وطنك عرضك ارضك. قال له لا، خلي يساهم على شرفه، لا يساهم على وطنه. هم فيهم من مين عمي؟ طنبلهم مش يشهدهم هم، لك حتى كرامة هم، لا كرامة، جاي يجيبون بيهم، يعني ما عندهم كرامة، ما شافتش حكم عن ما. أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية، كان معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، يعني مصطفى الكاظمي طلع العام وهاي السنة ووجه الحكومة بمراقبة أسعار السلع ومحاسبة التجار اللي يرفعون السلع، واليوم القضاء يعني يدخل على خط الأزمة ويعني يقول بالتعاون مع الأجهزة الأمنية سوف يقوم بمحاسبة من يرفعون أسعار السلع أو من يقومون باحتكار السلع. رأيك أبو سمية بموضوع ارتفاع أسعار السلع المتواصل في العراق اليوم، هو الشغل الشاغل اللي يأرق كاهل المواطن العراقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. السيطرة على الأسعار في السوق العراقية تحتاج إلى قانون رصين، وتحتاج إلى وزارة تجارة لديها خطط على الأقل خمسية. القانون الرصين لا يوجد في العراق، المواطن قد فقد ثقته بالقانون، هذا أصبح أمرا مسلما به، ليس لدينا ثقة بالقانون. أما وزارة التجارة التي ليس لديها خطط ولا تعرف كيف تتعامل مع الأزمات، فهي وزارة فاسدة. وقد شهدنا كثيرا من المواقف على فساد وزارة التجارة، وكيف أن همها تجميع المال، وكيف أن همها ورواتب موظفيها من الدرجات العالية. أين القانون الذي يحاسب التجار على ارتفاع الأسعار؟ أين القضاء؟
نقول لهذا القانون، نقول لمصطفى الكاظمي قانونك هش. يعني أكبر شخصية في وزارة الداخلية يمكن أن ترتشي، وهذا أصبح أمرا مسلما. كم من المسؤولين قد فضحوهم من داخل البرلمان أو من داخل وزاراتهم، فضحوهم بالرشوة، فضحوهم بالفساد. أين القانون الذي سوف يسيطر؟ أما وزارة التجارة فكما أسلفنا هي وزارة فاسدة لا خير فيها، وليس همها قوت المواطن، بل همها رواتبها وهمها هم مسؤوليها كيف يجمعون الأموال. يعني أنت برأيك أبو سمية، برأيك أنه يعني دخول القضاء على خط الأزمة واجتماع يوم أمس الخميس وإدراج هذا الموضوع في ملف اجتماعه ما راح يغير شيء؟ لن يغير شيئا يا سيد الفاضل، لأن القضاء فاسد. هذا الأمر عرفناه وأصبح أمرا مفضوحا للصغير والكبير، للقاصي والداني. القضاء العراقي فاسد. أما معاملة الأزمة يا سيد الكريم، كل دولة لديها خزين استراتيجي، سواء من مواد غذائية أو من مواد أخرى أو من العملة الصعبة أو من العملة المحلية. الدول التي تتهيأ للأزمات تجدها تتهيأ بمخزون استراتيجي من العملات ومن المواد الغذائية ومن الوقود ومن غيره. أما دولتنا فليس عندها أي سياسة وأي مخزون. إذا زاد شيء من تصدير النفط فهذا يكون أما في حصة الفاسدين وأما يكون في حصة إيران. أما في حصة الفاسدين وأما في حصة إيران. فلا خير فيهم ولا سيطرة، وإلى الله المشتكى. نعم. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. طبعا يتحدث حسين محمود وهو أحد المتظاهرين في مدينة الناصرية ويقول بأن الأسعار ارتفعت جدا بالأسواق والمواطن الفقير مدى يلقى اللي ياكله هو وعياله. وتحدث إلى صحيفة العربية الجديد وقال بأن قوات الأمن شددت الرقابة على التجار، إلا أن الأسعار لم تنخفض، بل أن بعضهم رفع أسعار الزيوت والدقيق والبيض بحجة أن البضائع هي مستوردة. وأكمل بأن بعض التجار في مدن جنوب العراق يحتكرون المواد الغذائية ويصدروها إلى بغداد لجني المزيد من الأرباح من دون الاكتراث للأهالي في مناطق الجنوب. وأشار إلى أن التظاهرات سوف تستمر إلى حين خفض الأسعار واتخاذ إجراءات حكومية بشأن رفع سعر صرف الدولار الذي زاد الفقراء فقرا في البلاد. معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، هل ينجح القضاء بضبط أسعار السلع في العراق برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، فليعبد رب هذا البيت الذي يطعمهم الجوع وأمنهم الخوف، صدق الله العلي العظيم. دكتور عمر، القرآن أكد على عاملين مهمين، وهو العامل الاقتصادي والعامل الأمني. العامل الأمني يجي بعد استثمار الاقتصاد، استثمار السوق، لأنه راح يعود بالمنفعة على المجتمع. المجتمع الاقتصاد مالته متوفر ولقمة العيش متوفرة، ما راح يصير بالمجتمع فساد، ما راح تتصرف غير. فالاقتصاد هو العمود الفقري في استثمار البلد. أذكر لك حادثة. نعم. دكتور عمر. نعم. عندما أرسل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل أرض العاص فتح مصر، فقال له يا عمر وجدت صالح صرف وياه، شو راح تعمل وياه؟ قال له يا أمير المؤمنين أقطع يده. قال له يا عمر، إذا أتاني خبر بوجود في مصر لقطعت يدك. يعني اليوم الحاكم إذا يكون البلد ماركة في رخاء ومتوفرة بعوامل العيش، الحاكم لازم يكون عادل. لكنه لما البلد متوفرة بكل
المواد لتوفير الرزق والحياة رفيقة ما معناته وما المواطن ما عايش برخاء وما عايش بسعادة. هذا دليل على أنه الحاكم فاسد. فاليوم الطبقة السياسية هي تتحمل كل المسؤولية وكل مجاعة مواطن عراقي وفقر مواطن عراقي أمام الله. هذا من واحد. نعم. دكتور احنا المفروض نتحرص اذا كان عندنا فعلا عندنا حكومه او عندنا دوله. احنا عندنا خبراء وعندنا خبراء اقتصاديين ما شاء الله البلد ولا يعني اذا نبحث عن حلول استراتيجيه مو حلول انيه او ترقيعيه. يعني البلد اللي يعني بالاخص العراق اذا توقف حكومه ان شاء الله مستقبلا لازم نبحث عن البدائل. انت جاي تشوف اليوم كل الدول تبحث عن بدائل عن النفط عن الطاقه النظيفه والغاز. واحنا جاي نروح اذا تحدثنا عن اليوم الحكومه تتحدث عن الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائيه يعني سلة العراق يعني الزراعة وينها 19 سنة دكتور عمر. أتمنى أن العامل الاقتصادي أن لي يتصل بالمنظومة السياسية. إبعاد العامل الاقتصادي عن المنظومة السياسية لأنه المنظومة السياسية أنت مثل ما جاي يشوف اليوم هم يتحكمون بقوة المواطن. يعني هو اللي يتصدق على المواطن يعني لما يعطي 100,000 دينار وهو متصدق وهذا حق المواطن أكثر من هذا المبلغ. المنظومة الاقتصادية تبتعد عن وإخراجها عن المنظومة السياسية مثل ما نتمنى إبعاد المنظومة الدينية عن السياسة. المنظومة الاقتصادية ليش؟ لأنه السياسيين دائما هم يعني بحثون عن مصالحهم الخاصة ما بحثون عن مصلحة المواطن والوطن. نعم. عن مصالحهم اللي تفيدهم هم. بينما إذا كن المنظومة الاقتصادية مستقلة ويتحكم بها خبراء أصحاب خبرة ومهنية حتما راح هم يعني يعرفون البلد شنو احتياجاته وزارة التجارة اللي هي أم البيئة مثل ما يقولون عنها. ها يعني ايش قد تحتاج مو الدولة اليوم. يعني احنا جاي نشوف بالوزارات نعم عبد الرزاق والله الدولة ما اعطت لي الحصة مالتي. فأتمنى إبعاد المنظومة الاقتصادية عن المنظومة السياسية. نعم أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا أبو عراق من فلوجة. أبو عراق هل ينجح القضاء بضبط أسعار السلع الغذائية في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هم الدولة هم اللي حاسين بالشعب حتى يسيطروا على الغلاء. أستاذ العزيز الله يخليك هم أول ما بدوا برفع الدولار وهم رفعوا الدولار. من اللي رفع مو هم؟ استاذ عمر الله يخليك. اولا احنا ما عندنا رجال جاي يقلدون حكومه صحيحه ولا رجال اقتصاد. فهذا الغلاء راح يبقى استاذ عمر وبعد النوب راح يصعد النوب اكثر الله يخليك. احنا بلد استهلاكي مو بلد لا صناعي ولا زراعي. يعني بس استهلاك احنا. الزراعه وينها؟ الصناعه وينها استاذ عمر الله يخليك؟ مو دمروها هم دمروها. تجي على الفلاح يبكي، تجي على ابو الصناعه يبكي. يا عمي مو هم اللي دمروا البلد يا استاذ عمر الله يخليك. نعم. هسه مو كافي عمي. هسه حتى لا واحد حاشاكم وحاشا المستمع من تقول له مره مرتين انت كذاب انت مو خاشان يقوم يشتح نفسه. بس هذول حتى ما جاي يخجلون يا استاذ عمر. نعم. وهم دمروا العراق الله يخليك، من اللي دمره؟ هاي فالحين بس الاستيراد يعني حرمود يخلون بجيوبهم الخاصة بس الاستيراد يعرفونها. أما ادعم الفلاح ادعم الصناعة شبيكو
واحنا عتبنا يا استاذ عمر من خلال هذا البرنامج. والله ما نعتب على الحكومه، نعتب على الشعب. يا شعب اصحى، كافي عاد، كافي كافي. يعني اذا بقينا هيك بعد احنا بعد الى اسوء يا استاذ عمر. من 2003 اللي سواه شنو هو؟ الحكومات المتعاقبه اللي سوته للشعب شنو هو؟ ما عيب وخزي. والله راح نستفيد علي، والله عيب وخزي. والله صرنا مهزله قدام الدول. هذا العراق اللي كان يضرب به المثل، وكان اكثر الدول تجي شعوبها تجي تعيش هنا. يا استاذ عمر الله يخليك، ما كافي عاد، كافي والله عمي ملينا. واني اشكرك ابو عراق من فلوجة. كان معنا ابو هلال من حلبشة. ابو هلال، هل ينجح القضاء بضبط اسعار السلع الغذائيه في العراق، بمراقبه اسعار السلع، بمحاسبه من يقوم برفع الاسعار؟ هي طبعا الحكومه هي اللي التي يعني المفروض هي التي تسيطر على هذه الاسعار، تراقب هذه الاسعار. تفضل ابو هلال، تسمعني؟ أسمعك. السلام عليكم عيني عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك أخوي. هم التجار من الأحزاب، هم مسيطرين على يعني بكل العراق. يعني هسه احنا هناك بحلبشة بطل الغاز، بطل الزيت ب5000. والله ما أقدر أروح أشيل بطل غاز شو اسمه زيت. نعم. زين، يعني هم مسيطرين على التجار، وهم اللي يساندونهم. ماكو رقابة هناك، كل من يتكفل بشكل يعني يعني هم يغلونه. يعني حالتنا هناك متعبانة بالله، يعني ماكو يعني بطل زيت ما تقدر تشتري. يعني هاي يعني ما معقولة بالعراق، يعني ما صايره ابد. نعم، الله المعين. والله يعني تعبنا بالله يا عمر، يعني تعبنا لاخر درجه. يعني الوضع العراق فرق من شماله الى جنوبه نفس الشيء ترى. الله المعين. يا شكرا. يعني اشكرك. تحية. عيني ابو هلال، الله يحفظك ويسلمك. محمد من بغداد. محمد، القضاء، مجلس القضاء الاعلى يدخل على خط الازمه في العراق، هل ينجح بضبط اسعار سلع المواد الغذائيه؟ الحكومه صار لها اشهر تتحدث عن مراقبه السوق، مراقبه الاسعار. شو الاسعار دعت ترتفع؟ ما صار شيء. محمد من بغداد، تفضل. السلام محمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. لا القضاء ولا الحكومة تسوي حال البلد هذا، لأن الأحزاب مسيطرة على البلد وهي تتحكم بالمقدرات الشعب. ليش هو كان الحكومة مخططة لبناء الدولة لو اقتصاد ماله كانت مهنية العراق على مدة والله يسيطرون على القضاء على الأسعار وما أسعار. ليش الحصة كانوا ينطون للشعب هي خير؟ كانوا مسوين مهنين هالبلد هذا على مود يسوون والله يخططون القضاء على الاسعار، يطلعون ايش كم واحد دوريه يفترون على المحلات، والله بطل الزيت لازم نسوي ب2000 وما ادري ما نسوي ب2.5. هو التاجر الشحني، هو التاجر بيشتري بسعر كذا وبيع بسعر كذا. لا اكو رقابه ولا اكو محاسبه. المحاسبه والرقابه المفروض مو على التاجر يصير، المفروض على الحكومه تصير، لان الحكومه هي اللي بتستورد. الحكومه هي اللي لازم تخطط. ليش هو حتى لو هاي مثلا الزيت او غير الزيت او المواد الغذائيه، ليش احنا بالعراق قاصرين معامل والشركات وهاي؟ ما كنا ننتج كل شيء، احنا كنا نسوي كلها سدوها ودخلوا الشعب بمجاعه ودخلوا الشعب بس بلد استهلاكي. حتى يعني ما تصريح سابق على موضوع الصناعه، تصريح سابق لوزير الصناعه الدراج السابق قال بانه ممنوع صناعه، ممنوع علينا نصنع. ليش يقول صناعة ممنوع؟ يعني ليش عود؟ يعني العراق أصبح يعني سوق. هو مصرح هذا؟ نعم أي أمر من إيران قالوا له ممنوع أي العراق يصنع شيء. وأنا سبقا قلت هذا الكلام، قلت يعني الأحزاب اللي يحكمون العراق
ممنوع يصنعون العراق اي شيء، يستوردوه كله من ايران ودول المجاوره. زين؟ زمن النظام السابق كان العراق مكتفي من كل شيء، من مواد غذائيه، من معامل الصناعات الانشائيه، من ملابس، من حتى كان يعني صناعات الادوات الاحتياطيه مال السيارات كان العراق يصنعها، التلفزيونات كان العراق يصنعها، هسه لغوها هذا الشيء، يريدون البلد بس فيه مستنقع الفوضى، مستنقع بس تفيد بس تشتري وما ادري شنو، بس هذا استهلاكي فقط، خلوا الشعب بس استهلاكي ما يفكر. يشوف هاي الدول كلها تتطور ويوم عن يوم تغيير اكو بالبلدان، تطور جديد، بناء جديد، احنا نفس الحال ما يتغير شيء، كانه احنا نظامنا مال كانه البلد اللي احنا عايشين فيه مال 1950 او 60 مثلا. كل تغيير ماكو. يعني هاي ما اعرف هاي الاحزاب هي مصره على بالبلد هذا مضيعته. ماكو هيك، شلون واحد يقول لك ضاربه على راسك بس ما يخليك تصحى. اي والله انت خذين البلد هذا بس هيك، الشعب مدوخين. والمو ما نعرف شو نسوي بعد. والله المعين. زين نقول هذول بلكي ينقلعون. وهاي المنظمات حقوق الانسان، منظمات المجتمع المدني، الامم المتحده، يعني معقوله من يسمعون هذا الشعب يعاني، يطالب بالتغيير، يطالب انقاذهم، يعني معقوله؟ يعني شنو هم ما يشوفون تصريحات الشعب او تصريحات الناس اللي تحكي، ما ياخذوها بمحمل الجد يعني؟ ما اعرف، يعني ما يشوفون الوضع العراق، يعني وضع العراق مزري بالمره، يعني ما اعرف شنو الحل ماله. أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا. حيدر من البصرة، حيدر هل ينجح القضاء بضبط أسعار السلع الغذائية في العراق؟ اليوم القضاء دخل على خط الأزمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أستاذ العزيز. حياك الله. الله يحفظك. يا أهلا بك. والمخرج والكادر، والله ما بعد هم كيفهم بعد. هم سجلوا الأسعار حتى لهم بها استفادة. هم يتعاملون للتاجر و لهم بها استفادة. الفقير ما يفكرون بي، فكرنا نفكر بجيبه وفكر بفلوسه وفكر بمنصبه. الفقراء ما تتجدد للشعب. زين هو صار لهم سنين، إذا جينا اليوم أنه القضاء أو الحكومة تتوجه بمراقبة السوق وأسعار السوق، ليش ما توزع البطاقة التموينية بشكل صحيح وهي المسؤولة على هذه البطاقة؟ ليش ما توزعها بشكل صحيح؟ ليش دعت السرقة؟ البطاقة بيها فساد وبيها بوك، ويغسمون الحساب مالتهم مات البوك. يعني شنو قادرين على كم تاجر مثلا يعتقلوه يطلعوه بالتلفزيون وبعدين يطلعوهم له شلون؟ لا هذا كل شيء بعد اعلام، هذا الاعلام شو بعلم انت؟ كل شيء كذب، هذا هاي شغلة اعلامية وكل شيء كذب. مثلا قالوا ال 200 الف راح يعطونا اياها كذبوا عليها. هذا ما بيهم الان ما دام خانوا المباني المبادئ خانوها وخانوا الإنسانية والضمائر، بعد ما منه فايدة لي، بس الله موجود. نعم الله سبحانه وتعالى موجود. نعم الله. لأنه كل كلمة تعرفي وكل تعرفي وكل طائر الله يفشي، بس إن شاء الله رب العالمين موجود ما يقصر. ونعم بالله. هاي العالم بيها خوضة إن شاء الله، عالم بيها خوضة هاي. أنا أشكرك حيدر من البصرة كان معنا. طبعا ناشط من محافظة النجف علي الحجيمي يعني أشار إلى أن السوق العراقية وأسعار المواد الغذائية اليوم أعلى من إمكانية المواطن وخاصة المواطنين محدودي الدخل، وقال بأن التظاهرات هي السبيل الوحيد للضغط على الحكومة، واعتبر بأن يعني مرتبات الموظفين وأجور الكسبة باتت لا تغطي المتطلبات الأساسية، وما يحدث حاليا يمثل حربا على الفقراء في ظل صمت حكومي وإجراءات إعلامية لا تتحقق على أرض الواقع. طبعا عضو البرلمان هادي السلامي أكد بأن فقراء العراق ومحدودي الدخل تأثروا كثيرا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وباتوا لا يستطيعون تأمين قوت يومهم، وهم حاليا يبحثون عن طرق لوضع حد لارتفاع الأسعار. أوضح بأن تظاهرات الفقراء تشرح الإخفاق المالي والسياسي في العراق وما تسببت به الأحزاب المتنفذة من تعطيل طيلة السنوات الماضية للصناعة المحلية التي كانت ستنقذ البلاد من شبح الاستيراد المفرط. خلونا نروح على ذي قار ونشوف جانب من تظاهرات العراقيين الرافضة لارتفاع الأسعار السلع في الأسواق العراقية.
لقطات من برنامج مع الناس الذي يبث عبر قناة الرافدين رصد هذه التظاهرات. خلونا نروح على ذيقار ونشوف عينة من المواطنين الرافضين والمتظاهرين ضد رفع أسعار المواد الغذائية في العراق. نشوف المقطع ونرجع لكم. اليوم أبناء محافظة ذيقار جميعا في مظاهرة كبرى وهي رسالة أولى للحكومة المركزية. مطالبنا الأولى هو تخفيض سعر الدولار، صرف الدولار، والعودة إلى ما كان في السابق أولا. ثانيا توفير ودعم الحصة الغذائية للمواطن الفقير، حيث أن الفقراء بدأت الحكومة بسحق الطبقة الفقيرة من المجتمع، وعليه يجب أن يفعل قانون دعم الفقراء من خلال المعونات المادية المالية المباشرة للعوائل الفقيرة والمتعففة وتوفير السلة الغذائية الكاملة، وأن كانت هناك وفرة مالية أيضا بسبب أسعار النفط وزيادة الأسعار، فعلى الحكومة المركزية وضع حلول جذرية لحل حالة الفقر في العراق. خرجنا اليوم في محافظة ذيقار على الظلم اللي يقع على محافظة ذيقار، مو بخصوص بس بالبطاقة التومنية، احنا خرجنا اليوم كعوائل فقراء، كشعب عراقي المظلوم، شعب موجور عليه من قبل الأحزاب الفاسدة، خرجنا اليوم من أجل كرامة. ترى خاف العالم شافوا هاي الحضور اليوم من ملايين من محافظة ذيقار، حسبالهم على مود بطل الزيت، لا متوهمين. احنا الغذائية طالعين عليها وزارة التجارة من السقوط لحد الآن، احنا نتظاهر عليها وبشهود قناتكم من السقوط لحد الآن احنا نتظاهر بخصوص مفردات البطاقة التومنية، ونعرف البطاقة التومنية مستولة عليها الأحزاب الفاسدة الكبيرة المستولة على العراق وعلى خيرات العراق. فاحنا اليوم مطلبنا اسقاط النظام جميعا، وما راح ننسحب لبيوتنا اذا مو قالت الاحزاب كلهم، ماكو احزاب ارجاع الاموال اللي نهبوها من خيرات العراق. هذا مطلب العراقيين، ما راح نغادر ساحه الحبوبي حتى تحقيق مطالبنا. كنا تعبانين وكذا ربع لعام حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بس بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر على الاتحاد. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبة. أقول لك كذبة يعني. أكو بلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق. تجي قد نطي احنا رواتب؟ نطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين. 1.5 مليون مال متقاعدين. تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية. الله إن شاء الله يشفع لنا ويشفع لكل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه أنت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبة واحدة للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبة واحدة. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا. تعال يا بتعال. ثمان لا خليني. ثمان لا أنا أقول لك يا خليني، لأني أروح أنهار واقع والله. أنا تعبان. اهلا بكم من جديد. طبعا تشير التحليلات الى ان ازمه ارتفاع الاسعار هي ازمه عالميه بسبب الحرب الروسيه على اوكرانيا.
لكن العراق يعاني منها بشكل أكبر لأنه لا يملك أي بدائل غير الاستيراد من الخارج، خاصة بأن الحكومات المتعاقبة لم تدعم المنتج المحلي وقطاع الزراعة والصناعة، كما لم تقم بتأهيل المعامل والمصانع المحلية، وما يحدث حاليا هو نتيجة طبيعية لأخطاء مستمرة منذ أكثر من 18 سنة. طبعا وكذلك ارتفاع الأسعار في العراق كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية، يعني قبل ما تبلش الحرب بأشهر عديدة ارتفعت الأسعار في العراق. طبعا بتقرير لصحيفة المدى العراقية جاء بعنوان خبراء ينفون وجود أزمة مالية، الإيرادات زادت 3 أضعاف، الخبراء تحدثوا ونفوا وجود أزمة مالية بالعراق وأكدوا بأن إيراد الدولة الضاعف 3 مرات خلال عام واحد فقط، وأشاروا إلى أن مواجهة غلاء الأسعار لا يكون بمحاسبة التجار لعدم وجود سند قانوني، إنما بمنافستهم من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وأن يكون توزيعا شهريا على مدار السنة. تحدث بالتقرير الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي وقال بأن العراق لديه ثروات كبيرة وإيراد الدولة قد تضاعف 3 مرات خلال عام واحد، وأضاف بأن هذا التحسن بالإيرادات ترافقه أزمة اقتصادية تصيب الفقير، وهذا يمكن اعتباره سوءا في الإدارة، وأشار إلى أن الإدارة المالية تعاني من تخبط واضح، فالعراق لا يعاني من أزمة مالية على الإطلاق، وليس كل ما يصيب العالم نتأثر به. لفت إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى بلدان تضررت وأخرى مستفيدة، والمفروض العراق اليوم يكون من البلدان المستفيدة. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، هل ينجح القضاء بضبط أسعار السلع الغذائية في العراق؟ اليوم يدخل على خط الأزمة مجلس القضاء الأعلى لمراقبة الأسواق، تفضل. حياك الله أستاذ عمر، وحيا الله سمعت الرافدين والساده المشاهدين. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك أستاذ عمر. احنا نعرف بالعالم وبالدول كل العالم نجاح كل دولة هو بيها القضاء والقانون، ناهيك عن الاقتصاد الجديد. للأسف احنا القضاء والقانون مغيبين ومسيطرين عليهم من قبل حكومات الاحتلال اللي سيطرت على العراق من 2003 من قبل هاي الأحزاب الفاسدة. والقضاء العراقي نعرف يعني مواقفة فاشلة ومواقفة غير ناجحة ومواقفة كلها باطلة، يعني كنا نعرف عندنا كثير صارت عندنا مشكلة. يعني اليوم البلد ما عنده أزمة مالية، اليوم البلد ما عنده أزمة مالية وارتفعت الإيرادات 3 مرات بسنة واحدة، شنو المانع من أنه يوزع بطاقة تموينية بشكل نظامي وبشكل صحيح للمواطن العراقي للعائلة العراقية؟ أستاذي يعني بطاقة تموينية واجب الحكومة والوزارات اللي هي المختصة، وزارة التجارة وزير المصرف عليها، يعني القضاء بهاي الأمور ما يدخل. القضاء عندنا هواي يعني أمور، يعني القضاء يعني اللي السجناء اللي مغيبين، الناس التهم اللي تهم الكلبية اللي صابت بيهم اللي 18 سنة و 14 سنة و 10 سنين بالسجن. القضاء العراقي ما وفر لهم أي تبرع، أي يعني أي نجاح ما سوى. القضاء العراقي يقدر ممكن هو بسبب المستحيلات انه هاي الغلاء اللي قاعد يصير عندنا او البطاقه التموينيه يقدر يشق هاي المسافه ويدخل فيها ويفاجئ هذه الاحزاب وقياداتهم، ما يقدر لانه القضاء مسيطر عليهم وسيس عليهم من قبل قيادات من اشياد عليا. يعني ما ممكن يعطي قانون او يشرع. طيب لو كان له قانون يشرع 72 عنده قاضي من 2003 لحد الان، واخر قاضي اللي القتل بالاماره، كنا نعرف الشقراء العراقي ما بين دوره، ما بين موقفه، ما اتخذ اجراء عن اسباب القضاة اللي جاي يستكلون واللي جاي يروحون، والتهم اللي قاعد تصير بالمواطن يعرف بيهم أبرياء وهو ما قاعد يسوي شيء، لأن سيطرة الأحزاب هي سيطرة على القضاء وعلى القانون. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا الخبير الاقتصادي الأفريلي يعني قال بأن الاقتصاديين سواء على الصعيد الرسمي أو الأكاديمي طرحوا العديد من الحلول، وحل الأزمة يعد بسيطا جدا مع توفر سيولة مالية بنحو جعلنا نشكو من الفائض وليس العجز. عد بأن الأزمة الحالية هي مفتعلة وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وسببها متداخل بين الفساد وسوء الإدارة إضافة إلى الصراعات السياسية. كذلك الخبير مصطفى حنتوش قال بتقرير صحيفة المدى بأن مجلس النواب ومن خلال
سلسلة الاستضافات اللي أجراها لوزراء معنيين بالملف المالي والاقتصادي يحاول أن يظهر إلى المجتمع بأنه متابع لموضوع غلاء الأسعار وتابع بأن معالجة أي خلل يتعلق بالوضع الاقتصادي لا يكون عبر الإجراءات الأمنية فحسب، بل نحن بحاجة إلى خطط تمتاز بالعمق والابتعاد عن الأخطاء. ويجد بأن اللجوء إلى توزيع حصص غذائية إلى المواطنين أو مخصصات غلاء معيشة هو إجراء صحيح لكنه مؤقت، وبالتالي يحصل لدينا انخفاض في الأسعار لمدة زمنية محدودة. وأورد بأن التلويح بإنزال عناصر أمنية لمراقبة الأسعار ومحاسبة التجار هو إجراء غير صحيح، وأكد بأن التجار قد اشتروا بضاعتهم بمالهم ولم يستعينوا بالحكومة. يقول نحن في اقتصاد حر، وأوضح بأن اللجوء إلى هذه الإجراءات يكون عندما تلجأ الحكومة إلى بيع البضائع من خزينها الاستراتيجي إلى التجار وتشترط عليهم أن يلتزموا بأسعار محددة. خلونا نشوف المقطع الأخير من تظاهرات محافظة واسط وكيف عبر المواطنون هناك عن رفضهم الشديد بموضوع ارتفاع أسعار السلع. نروح الواسط. الشعب كله جوعان جوعان وهلكان وعريان بسبب هذه الأحزاب الفاسدة التي تحكم هذا البلد طيلة هاي 18 عام. اليوم نطالب، هو طبعا اكيد اليوم هو جوع مو بس سد البطن، وانما جوع بتردي الاوضاع المعيشيه وتردي الخدمات بكل الاشكال للمواطن، من خدمات صحيه مدرسيه، كل ما يحتاجه المواطن اليوم هو محروم من عنده طيله هاي 18 عام. الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.